هذا الفصل ديال الشتاء كان اغلبيه ديال الجلالب والجلالب عندي كنديرهم في المليفه. المليفه كاشمير كتكون سخونه اللي لبسها كيلبسها كيقول لك انا باغي نسخن بغيت بحال شي حاجه مونطو فلا بلوبار كياخذ المليفه. المليفه ما كنديرش فيها يعني انا ما كنتبغاش كنديرش فيها بيرلاج ما كنديرش فيها كنبغيها تكون عمليه فكندير فيها شي حاجه خفيفه بحال برشمان بحال الزويق ديال المعلم يكون خفيف بحال هكا هادشي هو اللي كيبغي. اللون الاسود مطلوب بزاف حتى هي ما ديري فيه ضروري يعني خصوصا في الشتاء اي واحد كيبغي الالوان الغامقه في الشتاء كندير اللون الاسود اللون كرونا مارون وكتالي كولور نيود حتى هما تيبغيوهم في المليفه.